وينضم معنا من القاهرة الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام السيد عماد محجوب. سيد عماد، بداية مساء الخير وأهلا بك. بعد المواقف المؤيدة من السعودية والإمارات والبحرين لاستراتيجية الرئيس الأمريكي لما يمثله التمدد الإيراني من الخطر على الإقليم والمنطقة العربية الذي أصبح واضحا أمام المجتمع الدولي، أريد حقيقة وصفكم لما تحدث عنه تحديدا دكتور أنور قرقاش من هذه البيانات. دعني في البداية أن أحييك وأحيي المتابعين، وأن نبدأ بمقدمة لازمة، وهي أن ألمانيا أو فرنسا وبعض الدول الأوروبية التي لا تستطيع حتى الآن أن تتحفظ على الاتفاق اللي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وهذا شأنها، إلا أنها في كل الحالات هي تتعامل بقدر كبير من الطرف مع القضية لأنها بعيدة عن مركز الخطر الذي لم يمضي بضعة أشهر على توقيع الاتفاق وعلى ظهور بوادر أو محاولات لتفعيله، إلا أنه أحرق كثير من العواصم العربية وأضر بمصالح الأمة العربية على نحو غير مسبوق على مدى التاريخ المعاش كله، وبالتالي أصبح الموقف الذي عبر عنه تصريحات المسؤولين العرب في المملكة العربية السعودية أو في الإمارات العربية المتحدة هو تعبير دقيق جدا عن الحالة والخطر الذي شكلته الأطماع الإيرانية في المنطقة. نعم، لكن سيد عماد، يعني من جانب آخر نظرة ترامب الرئيس الأمريكي للإرهاب تحديدا من قبل إيران واحتضانها لجماعات إرهابية ودعمها كذلك لعناصر إرهابية في المنطقة والإقليم، هذا ما جعله يعني كذلك يعيد النظرة بشأن الاتفاق النووي، أليس كذلك؟ هذا بالضبط ما قصدته عندما قلت أنه عندما شعرت طهران بأن الولايات المتحدة رفعت يدها عن مشكلة السلاح النووي والتجارب النووية وغير ذلك، إلا وقد استدارت أول ما استدارت على المنطقة العربية وعلى الشرق الأوسط وأحدثت كثير من الفرقة والانقسامات، سواء من خلال دورها في دعم الإرهاب ومساندة جماعات بعينها وإطلاق على دولنا وشعوبنا على النحو الذي رأيناه. أصبحت هناك مجموعة من العواصم العربية للأسف الشديد في قبضة إيران وتشكل تهديدا مباشرا على مصالح الأمة العربية كاملة وعلى الأمن القومي العربي ذاته، وبالتالي نحن في مركز النيران وفي مركز وفي مرمى القذائف التي تستهدفها إيران، سواء كانت في إطار سياسي أو شكل حركة تتولى دعمها وتمويلها أو تسليحها وغير ذلك من الأمور، نحن في مركز الخطر ولابد أن نستشعره وأن يكون لنا ردة فعل واضحة وقوية ومؤثرة. سيد عماد محجوب الكاتب الصحفي في جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لك سيد عماد.